السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم دي ميني كيك، تيجيو غزالين بزاف وسهلين. دونك اول حاجه هنا خديت بيضه وخديت كاس لاروب ديال السكر سنيده. نورمالمون هنا راه عندي جوج ديال لي بول، حيت غادي ندير وحدين بالكاكاو وحدين فاني. زدت عليهم هنا السكر فاني، نفس المقادير تنديرهم في لي دو بول، داكشي علاش بينت غير بول واحد. قبيصه ديال الملحه، غادي يكون التغيير غير في الكاكاو. دونك غادي نخلط مزيان هاد البيضه مع السنيده ومع لافاني ومع قبيصه الملحه حتى تذوب ليا ديك السنيده تماما. من بعد درت نص كاس ديال الزيت، ما كاملش النص يعني ناقص واحد شويه، وغادي نخلط كلشي عاوتاني مزيان. فهاد الاثناء راني حاطه البول الاخر حدايا، يعني نفس المقادير. واحد يوغورت فاني غادي نقسمه حتى هو على جوج، وغادي ندير الدقيق ديالي، وغادي ندير واحد الساشي ديال خميرة الحلويات، وساشي ديال الكاكاو. الدقيق تقريبا دخلت لي واحد 120 غرام، ولكن عينكم ميزانكم. انا غادي نوريكم لا كونسيستانس ديال الخليط كيفاش خاصها تكون في الاخير. دونك هذا الخليط ديال الكاكاو هو اللي درت هو الاول، والخليط الثاني ديال الفاني راه حاطاه حتى هو جانبا. نفس المقادير، ما درتش غير الكاكاو، غادي نزيد هنا ايضا خميره ديال الحلويات والدقيق ديالي، يعني نفس المقدار اللي كاين هنا كاين هنا. الفرق هو الساشيه ديال الكاكاو. دونك خلطت هاد العناصر كاملين. خديت هنا المول ديال لي كوب كيك، درت فيه لي كيسات، وغادي نبدا نعمرهم. ما تعمروش حتى الفوق كاريمون، يعني خلي واحد شويه فين يطلعوا لينا لي كوب كيك ديالنا. تما عمرت ديال الكاكاو، هنا غادي نعمر ديال الفاني لي ناتور. شفتوا الحد حتى لاش نعمر باش هكا ما يفيضوش لينا في الفران. هنا عندي الشوكولا نوار والشوكولا بلون، قطعتهم دي مورسو صغيورين بالموس. ولي كوب كيك ديال الشوكولا ديال الكاكاو غادي ندير فيهم الشوكولا بلون، ولي كوب كيك فاني غندير فيهم الشوكولا نواغ، يعني غادي ندير العكس باش هكا يعطوني منظر زوين فاش يطيبوا ويبانوا لي كولور ديفيرونت. صافي الفران ديالي شاعل على 180 درجه. اون فوا نكمل الشوكولا غادي ندخلهم يطيبوا. هانتوما شوفوا كيفاش دايرين، يطيبوا من التحت حتى يتنفخوا لينا عاد نشعلوا عليهم الفوق. وهما لي كوب كيك ديالنا من بعد ما طابوا، تيجيو على هذا الشكل هشاش بزاف ورطبين، وداك الشوكولا اللي درنا من الفوق عطاهم منظر غزال بزاف. هانتوما شوفوا شحال رطبين، تيحمقوا فريمون. خاصكم تجربوهم باش تعرفوا كيفاش تيجيو، لا في المذاق ولا في الديكور. دونك اللي عجبته الوصفه ديال اليوم ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدير ليا جيم باش يوصلوا كاع الجديد. بالصحه والراحه، الى اللقاء.